حاليا. تسمعني حاليا؟ ماشي. نبدأ من جديد. السكسوال ديسفانكشن من المواضيع المهمة از احنا ناخذها هنا ان سايكولوجيكال فيو، وتعرفون هاي المواضيع حساسة لطبيعة تركيبة المجتمع، طبيعة دينية اللي تحيط بالمجتمع تخلي فد نوع من الريستريكشن ان فري تتحدث بالموضوع. لكن بشكل عام هو يعني مو موجود فقط في مجتمعنا وإنما في كل المجتمعات، لكن بدرجات مختلفة. محاضرتنا اليوم هي The Nature and Classification of Sexual Dysfunction, Psychological Aspect Model and for Assessment and Formulation of Sexual Dysfunction, and short note about psychological and physical treatment or any dysfunction. الحقيقة أكو كثير من السكسوال بروبلم اللي تصير عندنا، وهاي ناخذها بالديزيز بالسايكاتري مو بالسايكولوجي، بالسادس من توصلون المرحلة السادسة ببلوك السايكاتري. راح الدكتور أشوان يعطيكم محاضرة عن السكسوال disorder and what the deviant or what is not deviant. شنو الانحرافات الجنسية وشنو الانحراف، فتتولد عندكم background. بشكل عام sexual dysfunction definition is characterized by disturbance of sexual desire and psychophysiological changes that characterize by sexual response cycle and causes marked distress and interpersonal conflict or difficulty. Interpersonal, داخل النفس يصير صراع أو صعوبة. الديسوردر يصير بالسايكل. السايكل هنا احنا اخذناها يقسمها هي ديزاير واروزال اللي يهمنا هنا، والاورجازم الرغبه والتهيج او الاكسايتيشن، والاورجازم حقيقه إن هي اكو ستيج قبل الديزاير هو ستيج اوف بريبريشن، وستيج ورا الاورجازم هو ستيج اوف ريزوليوشن. بس اللي يهمنا هنا الديزاير والاكسايتيشن الاروز اند أرجازم. شنو الديسوردر اللي يصير بالديزاير وشنو ما عندنا مشكلة؟ احنا اغلب الامراض النفسية والسايكولوجية ما عندنا ليش المشكلة الكبيرة بالديزاير وبالاكثر شيء او الأرجازم. عندنا مشكلة بالاروزر او اكسايتد او كان اكسايتد. جدول هذا يوضح انه اذا اكو عندنا disorder اللي هي sexual desire او loss of interesting الرغبه، فقدان الرغبه او فقدان الاهتمام، والsexual arousal والorgasm، وخلي others هاي could be related to the resolution or could be related to the preparation. بس خلونا نركز على السكسوال ديزاير انترستنج او انترست ان سكسوال. ان مان lack of or loss of desire، وهاي جايه من ان مان ان وومن، يعني ما عندهم اهتمام ورغبه في السكس، وهذا لها علاقه بالميديكال كوز و psychological cause. يعني مثلا اللي يعانون من مرض الشيزوفرينيا يصير عندهم lost of interest of sex. قسم من عندهم لا يصير عندهم normal او يصير excessive. sexual arousal اللي هو كلش مهم. عندنا مشكلتين يعني بالمشكله بالمان اللي هي erectile disorder،
والمشكلة بالفيميل هي sexual arousal, how female is excited. هذه المشكلة دائما يعني عدم الإثارة, ما تشعر بالفيميل, ما تشعر بالإثارة, والمشكلة الرجال يصير erectile disorder. بالستيج الأخير الأورجازم بالميل يصير عندنا مشكلة اللي هي rapid ejaculation أو premature, إحنا نسميه rapid ejaculation أو inhibit orgasm, الأورجازم رأساً يصير بها inhibition. بالفيميل أورجازم dysfunction بعد الأورجازم. الأذر ممكن يصير due to medical causes, مثل يكون dyspareunia. يعني that is meaning painful. صوتك. في الفيميل يصير vaginismus painful or painful with a spasm. البروبلم ممكن عندنا فت كينوت على الكينوت الكينوت عندنا بعض الكينوت على sexual dysfunction, انه this sexual dysfunction occur despite any problem orientation or sexual orientation, يعني whether oriented or not oriented. اكو هم نوع من الاخر, مو بس فقط الorientation to the sex, يعني انت مهتم بهذا الامر او لا. اكو inclination, الميول, الميول الجنسية. احيانا الميول الجنسية, يعني انا مثلا عندي كيس من الكيسات, رجل متزوج وعنده اولاد, هو بالاربعينات قريب للخمسينات من العمر, لكن يقول لي يعني لحد بدت عندي من فترة استحي احكي بها, ما عندي ميول اتجاه الفيميل من فترة طويلة, صار لها 10 سنين, اتجاه عندي ميول اتجاه الميل, عندي ميول اتجاه الميل. مع انه هو عندنا كيس من الكيسات اللي اعالجها, شاب عنده ميول اتجاه الميل, يحب واحد, يعني يعشق عشق موت, وفد يوم يجاني منتحر, مسوي محاولة انتحار قصيدة, يا بليش, قال لي هذا الفريند مالتي اللي أميله إلى راح خطب مرة ويريد يتزوج ويعوفني, فد مشكلة بالنسبة له, عنده ميول, فد مشكلة يعني عنده جاي محاولة انتحار يعني. وكذلك أكو عندنا كيسات تخص الفيميل بهذا نفس القصص. إذن أكو فد السكسوال بروبلم ما لها علاقة بالأورينتيشن ولا لها علاقة بالإنكلينيشن, الميول والاهتمامات. More than one problem coexist. ممكن يصير عندنا disorder بالأورغازم, كان يكون rapid ejaculation أو premature ejaculation, يعني رأساً يصير عنده ejaculation. وقسم من عندهم بالإضافة للdisorder بالأورغازم يصير عنده disorder بالexcitation, كان يكون difficulty أو not erectile problem. والfemale أيضا أكو فيها. Problem are often present in both partner, شريكين. أحيانا البروبلم تجي بالبارتنر اثنيناتهم, يعني الميل والفيميل اثنيناتهم يعانون من مشكلة, فقد يكون هذا عنده erectile problem وهي عندها الفيميل vaginismus.
احيانا البروبلم تاخذ لونج لايف، تستمر مع الحياه بشكل عام، واحيانا تصير اكوايرد فتره معينه اشهر او سنه او اكثر وثم تختفي. البروبلم ماي جنرالايز اور سيتويشن، العلاقه بشكل عام او لها علاقه في مواضيع معينه او سيتويشن معينه. بروبلم ديو تو فيزيكال اور سايكولوجيكال كونفليكت، احيانا البروبلم مثلا اركتار فيلر ميسير اركشن، تلقى لك انه عنده دايابيتس او سايكولوجيكال تروما، عنده ديبريشن يسوي لنا المشكله. اذا السكسوال ديسفانكشن لها بعض المزايا وكينوت ممكن نفكر بهاي النقاط السته. البريفالنس، طبعا احنا المشكله هاي عندنا بالبريفالنس مو كلش ارقام دقيقه وما حد يقدر يسوي احصائيه. انا قاري كتاب واحد بريتش من زمان قاريه، هو عباره عن 100 صفحه، تحكي الكاتبه هي مرايه فيميل، الكاتبه جد معاناه وصعوبه تحصل عن المعلومات بشكلها الحقيقي. يعني هي دارسة 400 كيس، وهم يعني البارتنر اثنيناتهم الشركاء، الشريك مو الزوج، يعني الشريك اللي بيناتهم علاقة جنسية، وتدرس بعض المشاكل السيكولوجية، فتلاقي صعوبة وقسم من أنت تشكي أنه مو كل المعلومات بشكل دقيق يطونها، لأنه أكو فالتحرج من هذا الموضوع. بس بشكل عام السيرفي يقول 40% نسبة السكسوال ديسفانكشن is common in female than male، يعني بشكل 40% in male 20%، اللي هم نقدر نخليهم في حالة السكسوال ديسفانكشن. Presentation of sexual dysfunction، شنو البريزنتيشن اللي يجون بها؟ Sexual may be present overtly or covertly. Repeated negative investigation for pain or discharge. البروبلم بشكل ظاهر او مخفي يصير. انا عندي تحت هذا العنوان كيس يصير عندهم فد بين ان جينيتال اريا جينيتيك اريا، عندي تو فيميل وميل، فاحنا نخليها نعتبرها هاي من السايكولوجيكال problem of sex. Never being happy with any effort method of contraceptive. يعني ماكو فد pleasant effect. ماكو فد pleasant effect. يجيك يقول لك أنا ما أشعر بالمتعة. سواء male أو female. Reticence to the right sexual problem. And an increase individual seek help. دائما يفكر في مساعدته في هذا الأمر. يعني أكو السنتر اللي يروحوا لها هم قليلين، يجون للسايكاتر ما يجون للسايكاتر، يعني gynecological urology unit يعني management أو gynecological unit يعني gyno uro management أو يروحون gynecological unit للنسائية أو خلال الأنتي أند بوست نياتر سيرفيس اللي يراجعون الرعاية الصحية الحوامل، وهاي يحكون هاي family planning service. أكو هذا النظام تنظيم الأسرة وما تنظيم الأسرة ينطرح هذا الموضوع. أنا هذا النظام هو مو تنظيم الأسرة، أكو منظمة هنا تشتغل في توعية الناس وتثقيف الناس
مو بالشكل الديني، بالشكل الاجتماعي. من ضمنها مرات يستدعوني على مشاكل بهالنوع، أروح أسوي وياهم يعني cognitive behavior therapy، علاج سلوكي ما أعرف. أحيانا في قسم اليورولوجي تلقى هاي المشاكل بالأوتبيشن، بالأنكولوجي اللي يعانون من مشاكل الأنكولوجي لأنه يصير عندهم فيلر بالإركشن، سايكاتري قليلين يجون عندنا، وإذا يجون هم أكثرهم ديفيانت، سكسوال ديفيانت، أو مو فالسكسوال بروبلم، يعني ما ترتقي إلى ديس أوردر، مجرد أنت بالفيكبين كلينيك عند فالنتري سيكتر، هاي اللي احنا نحكي عليها، المنظمات او الجهات اللي هي متطوعه في رعايه الاسره. فاذا الباث واي مختلف ومنتشر، ومو يعني مثلنا احنا هسه الطب النفسي، نادرا يجي لك مريض إذا ما رايح على الباطنية وعلى الجراحة وهاي، وبعدين يقول له روح لأبو النفسية، ترى أنت ما بيك شيء، ما يجي لنا دايركت، يعني إحنا ما نسميها باللغة مالتنا الأطباء، يجي مفلتر، رايح لأبو الباطنية على ألم بمعدته، رايح على أبو الجراحة، رايح على ما القلبية، فارهم كلهم ما محصل نتيجة، يقول له أنت شغلتك نفسية وروح للنفسية. والحقيقة هو هذا النقص في الثقافة، ثقافة المجتمع تجاه الأمراض النفسية، أو يعتبرونه في السوشيال استيغما، شلون أفوت الطبيب نفسي يعني قابل مسودن مخبط، هم إحنا أقل شيء نشوفهم هذول المسودين وعلاجنا واضح عليهم. العالم كله أكو شيء السوشيال استيغما، بس كمان يعني العالم الغربي يتفهمها، يعني انسى انت تقدر تمشي بالشارع وتقول والله انا بيا قلب، والله انا عندي ضغط، يعني بس تستحي تقول انا عندي شيزوفرينيا او عندي ديبريشن، سيفير ديبريشن، يعتبرونك بالعالم موجوده السوشيال استيغما، بس بالبرسنت كلش واطي، احنا لا عندنا كمان يعني كمان. وللأسف إحنا عندنا في مجتمعنا، أنا شفتها خلال عملي هنا في مستشفيات النجف على مدى أكثر من 15 سنة، شفتها عند أهل المدينة أكثر من أهل الريف. السوشيال استيغما كل شيء يهتمون بها أهل المدينة، ويهتمون بها المثقفين أكثر مما يهتمون بها الناس البسطاء. يعني على ذكر هذا الموضوع حتى يصير عندكم فكرة، أنا في إحدى الأيام جاني واحد من أحد المناطق الريفية، جاي بأكيوت سايكوسيس، يعني حالة ذهان، عتها أوهام، عتها. قلت له شنو الموضوع؟ قال لي والله اليوم الصبح هي هاي، إحنا قاعدين بمنطقة وكل هالمنطقة ابن عمه وابن خاله وما أدري شنو، وهاي شو فجأة نزعت كل ملابسها، طلعت بالشارع، أكو محل مع الحلاقة مع ابن عمها وما أدري من قرايبهم، يعني كلهم من قرايب وخاله، وأرضت نفسها، فيجون اللي يقول أنا ما سويت شيء، يعني هاي مو بنتي يعني يتصرف، لفيتها بالعبا وجبتها لك، يعني مو إنسان ما الواحد يتصرف عاقل، يعني من أشوف هذا الرجل الفلاح يتحدث وياه بهاللغة ويفهم إنه هذا التصرف غير صائب من بيته وغير معقول، وهي بيته على دين ومرتبة، وبنص عشيرتهم وقرايبهم، يعني هذا ابن خاله وهذا ابن عمه، في حين يجيني مهندس جايب بيته استوها جايبه وداخله بيربولار سايكوسيس ذهان النفاس، وأمر طبيعي كل 30 مرة تطلع من عتها واحدة يصير عتها ذهان النفاس أو كآبة النفاس بسبب هرمونال تشينجز اللي يصير فجأة. فجايب ليها، أنا أتذكر هاي قبل كذا سنة
ثمان سنين او اكثر، وكنت ادرس الطلاب سيشن مميز ومنا طلاب قاعدين وانا دا ادرسهم، فدخلت الكيس علي البنيه باوعت علي هيك راسا طبعا، فاتت الوقت وقعدتها على الكرسي دا اسالها، قامت من الكرسي نزعت الرابطه. فطلاب وطالبات قالوا شلون؟ قلت لهم لا خلينا قد تصرف على حقيقتها، نريد نشوف شنو الموضوع. شي انت كملت الرابطه نزعتها، نزعت الجبه بقت تقريبا شبه ملابسها الداخليه، صعدت فوق الميز، صعدت على السقف الثانوي، جرته وقعته علينا. فصار عياطنا الطلاب وما ادري شنو ختله وراي. الاب دخل قال هاي شنو هو يعني فيجرز ورئيس مهندسين وما ادري شنو. قال انا شنو يعني هاي بنتي راح عندي سرداب جوا، راح اشيلها واذبها بالسرداب. فضحتني واني شلون ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن علان ابن ما ادري شنو، شخصيه ما ادري شنو. وهاي لو تموت بابا نتوسل بي، بابا ما يحتاج لها علاج شهر شهرين وتروح هاي الاوهام. هاي تتصور سوت هيك، تتصور كاميرات نراقبها ونصورها. نزلت السقف الثانوي علينا. فقصدي اكو ابروتش واكو ثقافه، حتى تلقى هذول انا ما اسميهم مثقفين، هذول انصاف المثقفين، مثل هذا الشخص اللي يضحي ببنته على مود والله والله اسمه ابن فلان ابن فلان، خاف عنده ابن مريض او بنت مريض. هذا ما تسميه مثقف، مو صحيح ابدا، ولا تسميه يضحي بصحه بنته وهي مريض. ممكن تاخذ العلاج for the 3-6 months ومن اول شهر تصير زينه، بس نستمر وياها في 6 شهور والامور طبيعيه تبقى ترجع. ذاك الرجل كل شهر يعالج بنته الى ان صارت طبيعيه وتزوجت وخلفت، ولحد الان انا لا شايفها امورها طبيعيه، يعني اخر جايه لها هي متزوجه ومخلفه امورها طبيعيه. بس شنو مشي على العين مال التريتمنت، سوى لها سوشيال سبورت فاميلي سبورت، ما مديده عليها، ما ضربها، ما غير واحد يمكن يقتلها، مو صحيح قتلا عندنا بالعشائر هيك، بس هو واعي، لان يقول هذا تصرف مو مال واحد انسان عاقل مو بوعي. وانا اعرف بنتي واعرف اخلاقه واعرف دينه واعرف هذا الابروتش الصحيح. ومن جابها لانها طبيب النفسي، ما افتر بها راح للمؤمن والسيد وما ادري شنو وغيرها، مثل ما يسوون بقيه الناس. فالسوشيال ستيغما موجود في كل المجتمعات، لكن في مجتمعنا كلش عالي. وقلت لك وللاسف من نسوي ستاتستكس، انا شخصيا اشوف اهل المدينه يهتمون بالسوشيال ستيغما اكثر مما يهتم أبو الريف. أبو الريف بتقبله، شنو مرض نفسي عادي، شنو قلق وكآبة وهذا ذهان مو مشكلة يعني، حالة أي مرض. هذا لا، أبو المدينة لا، وخصوصا المثقفين منات، وهاي مشكلة، هاي كارثة يعني، كارثة كبرى. هواي هواي من هاي قصص عندنا يعني، يعني حتى على مستوى أطباء، على مستوى أطباء. إذن بالسكسوال ايضا نفس الشيء، ما يروحون كلش للسايكاتري، يوزعون نفسهم، اللي تروح على الجاينيكولوجي تروح على اليورولوجي وتروح على الميديسين، واللي يروح على الفاميلي بلانينج السكتر يروح على الفولنتري سكتر، اللي يروح على بلفيك بروبلم. يعني انا واحده من هذا البلفيك بين كلينيك اللي حكينا عليها هسه، انه اكو فيزيكال بين يصير عندهم هذول السكسوال، فار كل الجايني كلهم. بعدين قال لها احنا كل شيء سوينا له فحوصات، سوينا كل التست ماكو شيء، روح لابو النفسيه. يعني هيك مال شوفي انشار واحد يتخلص من مريض، انا متاكد انه هو بالقايني ما يعرف شنو الموضوع، المفروض من البدايه. شهر واحد راح للالم، اعطينا علاج، قالت انا صار لي كذا سنه افطار وكوم فلوس ملايين خسرت. ثاني انت شنو من احنا وين كنا يقول. اذا بالسكس والبروبلم يفترون على كثير من البرانش وكثير من السكترات وكثير من الديبارتمنت، حتى
يشرحون مهمتهم. Point consider when discuss sexual with the patient. هاي كلش مهمة، لازم خليها key note. هذين النقاط. Empathy and reassurance. Embarrassment. Stigma. لا تخلي شعور بالستيغما. يعني مثلا هذا اللي جاني الكيس من يقول لي انا عندي ميول ذكري، ميول اتجاه الميل. او برايفسي اند كونفيدنشاليتي، يعني الخصوصيه والثقه خليها توب سيكريت. يعني احيانا مرات اضطر انا اطلع المرافق اللي كان يكون الزوج والزوجه جايين والمشكله بالزوجه. احس انه هي اكو سم تايم هيدنج، اضطر اطلع الزوج اقول له انتظرني شويه بالاستعلامات، بالانتظار، وابدي افتح مواضيع وياها. ليش؟ لانه هي تريد تحافظ على البرايفسي مالتها، وفي نفس الوقت انا احافظ على اسرار المريض هذا. يعني احيانا يجوني مريض زوجه تقول لي رجل ايش بيه؟ اقول لها ما تروحين للبيت تسالين، مو تسالين يعني. اكيد انا قايل له ايش بيه وش ياخذ الدواء، فاحافظ على خصوصه. من يقول يريد يقول يعني ايش بيه فلان شيء وفلان شيء، مش مدرين يعني، مو صحيح؟ ما يريد يخلي زوجته انه، او الزوجه ما تريد تقول لزوجها انه الدكتور قال لي انت بيج كذا المرض وكذا مرض وكذا مرض، لها وراد لك فتره علاج تمشي هيك شلون ما كان، ما تريد تحكي كل التفاصيل لان تعتبرها برايفسي مالتها. Open and specific question. طبعا اكو question هي open مو close question. بالأسئلة مالتنا مثل ما احنا بالعامية عندنا من تروح تشوف صديقك تقول له شكو ماكو، مو هذا open question. شي يحكي لك انت انعمل، مو صحيح؟ مثل ما يقولوا هذا open question. لكن close question تحاول تجنبها. Open question حتى تعطي حرية للمريض لتعبر عن ما أفكاره. Avoid label and value a judgment. Don't make assumption. يعني لازم لا تعطي يعني الأكو فد ليبلات احنا نستخدمها سواء بالبريتش او العامية مالتنا. يعني واحد مثلا هوموسيكسوال فيميل او ميل خلينا نقول هو باسيف هوموسيكسوال، لا تعطي ليبل انت كذا باللغة العامية. او فيميل عندها هايبر سيكسواليتي وعندها multiple أو extra marital experience، علاقات خارج نطاق الزوجية، لا تعطيها ليبل أنت كذا. هذا تجنبه. باوع أصل المشكلة شنو؟ أنت ما يفيدك الليبل، مو صحيح؟ هذا الليبل تعبيره. الترمينولوجي خلي في بالك، يعني الهومو والبايسكسوال والهيتروسكسوال، هاي الترمينولوجي انه يعني خليها في بالك انه شلون تستخدمها ويا المريض بحذر. ريليجن اند كلتشر، احيانا الريليجن والكلتشر بلاي امبورتنت رول تو اكسبلور ذا امبورتنت ثينكس ان ذا سكس. الجانب الديني والجانب الاجتماعي، حاول انه تخليه في الاعتبار. يعني لا تتجاوز، تتجاوز على القيم الاجتماعية ولا تتجاوز على القيم الدينية. بس مرات انت اذا تشوف المريض يعني من خلال خبرتنا يستخدم، يعني أعطيكم مو بهذا الموضوع، أعطيكم موضوع الكحول. أنا يعني في يوم من الأيام إجاني رجل معمم، عمامته سوداء،
فأخذت منه هيستوري وصلت لموضوع الهيستوري الدراج والكحول، يعني في ترتيب بالذهن. تشرب حبوب؟ قال لي لا. تشرب خمر؟ تفاجأ. ليش دكتور تسألني هذا السؤال؟ لما شوفني يعني رجل دين، يعني لابس الجبه مالتي والعمامه. قلت له طبيعي، ها طبيعي اسالك انه هذا السؤال، لانه يعني هذا السؤال علمي ما له علاقه بالسؤال. بس انت كونك انه عايش في، كنت في مجتمع غربي في لندن، كان هو عايش وجاي اللي جاي وراس، فاكيد انت ما كنت تلبس هاي الجبه. وقال لا البس افندي وعادي قاط وما ادري شنو. قلت له اكيد تشوف بعينك محلات منتشر مثل محلات الكوفي شوب اللي ما عندنا هناك، وممكن صدفه انه صارت. قال لا، يعني اذا تقصد اني اذا يوميا اشرب الكحول، لا ما شارب يعني، يعني يوميا اشرب بس اني مستذوق مره مرتين بحياتي. فقصدي انت من تروح تفهم المريض بهالطريقه هو يرتاح، لانه لا تشعر انه هاي صارت استجمة عليه، مثل ما يكون ضايق طعم الكحول. بس مو continuous social drinking. Interview the partner. دائما البارتنر الشريك الثاني اللي يعاني من مشكلة السكس سوي له interview، يعني مو فقط المريض، interview. وهنا الانترفيو يختلف، ممكن انه both at the same time تخليهم تقعدون سوا، وهنا تعتمد على ثقافه المريض. وها واذا شفته ان سيبريتد، يعني سو انترفيو ذا بيشنت وذا انترفيو ذا بارتنر، تعتمد على السيتويشن. مو بس هو اذا افضل تخليها، واذا شفت اكو something is hidden ممكن تسوي سيبريشن وتسوي انترفيو. التريتمنت traditionally sexual problem are طفرنا structure of interview. شنو structure of interview؟ شلون انت النقاط الاول detailed description of problem، شو وقت بدت، شلون البروغريسيف، شنو البيهيفير، شنو الافكشن اللي صار، شنو الفيلينج، شنو الكوجنيتيف فانكشن، شنو اللي صار عندك بالكوجنيتيف الكونسبت. النقطه الثانيه الريليشن شيب وذ بارتنر، علاقتك مستوى العلاقه مالت، يعني اذا مثلا عندك بروبلم بال في البداية، احنا قلنا في الـ preparation او الـ excitation. ظهركم اياها حتى لا يصير بالدزاير، بالدزاير خلينا نقول اكو رغبة بالدزاير. اذا اكو فد problem between partner، مشاكل هاي ماكو ديزاير يصير، مو صحيح؟ إذن ريفيلنت باست ريليشن شيب، العلاقات الريفيلنت باست ريليشن شيب هاي كلش مهمة، وخصوصا نصير عندنا احنا دائما نشوف هيج كيسات، وخصوصا ذا فيرست نايت اوف ماريد اللي هم مستوهم الزوجين. يصير عندهم فيلر بالسكسوال او سكسوال ديسفانكشن، تكتشف انه اغالبيه، مو كلهم يعني، مو اغالبيه، انه اكو ريفيلنت باست ريليشن شيب. شنو ريفيلنت؟ مقبوله، باست علاقه قديمه مقبوله، كانوا ابن ولد عم عايشين سوا، واحد هو ابن عم، البنيه والولد، ولد عم عايشين ورابين سوا ببيت واحد، ومن السر الريليشن شيب يصير انهبيشن، ينظر الى غيرنا، لان يعني ما خالها في باله هو الطفوله، ف تشايلد تلعب وياها مثل حاله واخوتها، فينظر لها از سيستر، او هي تنظر له از براذرز، فتصير مشكله. هاي وحده، او ريستريكتد الريفيلنت باست ريستريكتد
education in the sex in the during family. يعني لما يتعلم بيتها من هي صغيرة بعد هي كل شيء ما عمرها ثلاث سنين أربع سنين لا تطلعين رجليك وكفختها ضم رجليك هيك ولا تسوين هيك ولا تسوين هيك ومخوفتها مركزة عقلها وتفكيرها كلها ها بهذه الممنوعات اللي هي تعتبرها جزء من الأدب والأخلاق المتسامية العالية. هذا الاستمرار بها والتخوف منها ونزرع الخوف بهذا الطفل من هاي الأمور هي ليش؟ لأنه طبيعة عائلتهم تركيبتهم هيجي هم ثقافتهم هيجي ممكن يسبب لنا فد بروبلم. وهي نشوف كيسات هواية يعني من هذا الميديكال هيستوري اند دريغ هيستوري. هذول اللي عندهم مشاكل صحيه كان يكون دايابيتس هايبرتنشن اميون ديزيز واللي يتناولون مخدرات والحبوب هم الشباب خصوصا. المينتال هيلث هيستوري الحاله العقليه الحاله الامراض النفسيه او العقليه اللي موجوده. الفاميلي اند سايكو سوشيال هيستوري ايضا نوقف عند هذا ونسال عنه. significant life events يعني هو هاي اكو بعض المحطات في حياة الانسان هي تغير من تركيبته كان يكون فيميل تكتشف زوجها انه انفيديليتي خانها خان بعد ما سرقتها فتروزها الاتجاه ما يصير عندها فهاي نعتبرها significant point significant point in life events between partner sexuality الكالتشر اسبكت ايضا تلعب الكوبينج ميكانيزم and support شلون يتحمل هاي الضغوط النفسية وشلون التريتمنت. طبعا احنا التريتمنت تراديشنال سكس فور بروبلم ار فيو اغلبها احنا نشتغل بالكوجنيتيف بيهافير ثيرابي بس اكو فد شيء هذول ماستر اند جونسون سووا فد ابروتش فوكسينج ان ايميديت كوزز ان شورت تيرم اند تارجت تو ذا دايركت ثيرابي. هذا واحد من يبقى انا شخصيا الاسلوب مالتي استخدم الطريقه الاولى اللي هو السايكو اناليسيس سايكو ثيرابي سايكو ادرس بالتحليل النفسي يعني التحليل النفسي اشوف شنو البروبلم اللي خلت او برزت ظاهره السكسوال ديسفانكشن لدى البارتنر something is some wrong in during life يعني ولا ما تمشي الأمور بهذا المنحة بالsexual dysfunction. جونسون and ماستر خلوا إنه approach behavior سلوكي يعني هو أيضا جزء من cognitive behavior therapy بس ما لو على السلوك إنه تركز على المشكلة immediate وتخلي direct ثيرابي وهذا according to the case تختلف من case إلى case. The basic assumption, the attitude, the ignorance, the anxiety, the response for majority of sexual dysfunction هاي نخليها نعالجها إذا كان عندنا مثلا anxiety أو إهمال أو غير شيء من هذا. أحيانا introduce idea of treatment to the couple and using co-therapist ما أعتقد يصير عندنا ال main component of psychosexual therapy هي تبقى هي education counseling modification attitude and belief كثير من الاتيتيود تصوراتنا والبليف مالتنا لازم نسوي لها modification مثل هاي ما حكينا عليكم الريستريكشن الزايد على الطفل اللي نسوي لازم نسوي لها modification الفاسيليشن اند كوميونيكيشن نسوي فاسيليتي اند كوميونيكيشن وهذا نسمي assertive treatment يعني تحفيزي specific direction for sexual behavior sensation focus dilator وهي لها علاقه بالخصوصا بالاورجازم اللي يعانون
الفيزيكال تريتمنت اكو عندنا دراجز مثل الفياجرا وسياليسيز وتستوستيرون وهذا نستخدمها الفياجرا في انكريز اركشن سياليسيز ايضا تستوستيرون سيلكتيف نستخدم سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتر اللي يصير عندهم بريماتشور البريماتشور اجاكوليشن او اللوكال ثيرابي كريم ممكن نستخدم واحيانا عند الميل نستخدم سيلف انجكشن ثيرابي او ميكانيكال ثيرابي از بام رينج او سيرجيكال بنايل امبلانتيشن هاي خصوصا لحد هنا تنتهي تقريبا الاشياء المهمه في محاضرتنا اكو فيزيكال تريتمنت اخرى اللي تستخدم في بعض يعني in selective cases مثلا الباجينازمس نستخدم اللبريكانت الديكريز بالليبيدو استروجين او زيتراجيل الى غير ذلك او كلايتورس ثيرابي ديفايس احيانا نستخدم فور اكسايتيشن لانه كل نوعين من الاكسايتيشن ان فيميل الفاجينال عن كلايتورال اكسايتيشن وتختلف من ميل الى فيميل واكو سكندري اكسايتيشن اريا واكو برايمري اكسايتيشن اريا كثير من يعني تعتبر هي انديفيدوال ماكو في شيء ثابت يعني ما عندنا بيرسنت ثابته انديفيدوال ولهذا نرجع للأمر الأول أنه الـ education of partner الـ education and counseling of partner is very important role to resolve the sexual dysfunction. أكو أمراض أخرى بالسكس ممكن تطلعون عليها إن شاء الله أو هي تجيكم يعني ليش تطلعون عليها تجيكم في مرحلة السادس دكتور أشمان راح يقدم لكم إياها الفيليا ومجموعاتها البارافيليا ومجموعاتها بس هي كل هالموضوع يتعلق بالإكسايتيشن أكثر شيء بالإكسايتيشن هي مشكلتنا بالخصوص بالسايكاتريك إلنس هو هذا الانحرافات اللي صار لحد هنا تنتهي محاضرتنا أشكر حضوركم وسماعكم من عنده سؤال شكرا جزيلا